راديو الشرق مع بلومبرغ، تحليل لآخر تطورات الأسواق المحلية والعالمية. محلل الأسواق مع بلومبرغ. الأسواق المالية العالمية في ترقب لقرار أو بيانات التضخم، تقريبا تفصلنا أقل من ساعة عن تلك البيانات، لما لها تأثير وإشارات تعطينا حول توجهات الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية. الآن تزداد التوقعات بأن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في يوليو. مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت على ارتفاعات جيدة في جلسة أمس. داو جونز ارتفع بأكثر من 0.9%. العقود الآجلة تشير إلى أيضا إلى ارتفاعات، والأسواق الأوروبية تشهد ارتفاعات في هذه اللحظات. في داكس الألماني مرتفع ب19%، الفوتسي ارتفاعات بأكثر من 1%، كاكاراون 18%. موسم نتائج الشركات يعني بدأ للربع الثاني، نترقب العديد من نتائج الشركات وخاصة من القطاع البنكي من الولايات المتحدة الأمريكية. يوم الجمعة سيكون له تأثير طبعا بتحركات الأسواق المالية العالمية. مؤشر دولار أمريكي عند أدنى مستوياته في شهرين قبيل بيانات التضخم، وأيضا مع اقتراب نهاية دورة التجديد النقدي. اليورو مقابل الدولار على ارتفاعات ب11، الباوند مقابل الدولار يعني يشهد بعض التراجعات لكن يحقق أداء جيد جدا الباوند مع سياسة بنك إنجلترا التشددية. الدولار مقابل الين الياباني أيضا متراجع في هذه الجلسة. وللحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية انضم معي من عمان أحمد عزام، محلل أول للأسواق المالية في إيكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نتحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين. مساء النور. نتحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين، المؤشر التضخم القادم من الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى هذا بيعطينا إشارات وأهمية هذه البيانات في توجهات الفيدرالي الأمريكي حول سياسته النقدية؟ نعم لينا، عندما ننظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين، من المتوقع أن يسجل انخفاضات على المؤشر الرئيسي إلى مستويات 3.1% 4%. هي القراءة على ما أعتقد سوف تكون ناعمة وقراءة باردة بعض الشيء، نظرا لأنه رح نقارن قراءة الشهر الحالي، قراءة شهر 6/2023، مع قراءة شهر 6/2022 اللي كان فيها ذروة التضخم 9.1%. فرياضيا على ما أعتقد مسألة تهبوط أو تباطؤ التضخم واردة جدا، لكن المهم جدا طبعا النظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي واللي بيستثني الغذاء والطاقة، وهو هون مخاوف الفيدرالي الأمريكي. المؤشر قد يسجل بعض التباطؤ لكن عند مستويات 5%. عندما نقارن 5% لهذا المؤشر مع أسعار الفوائد 5%، قد يفتح المجال لمزيد من تجديد السياسة النقدية. فلذلك عندما ننظر إلى النبرة السطورية في مجلس لجنة الاحتياط الفيدرالي، فهي على ما أعتقد مبررة بعض الشيء. 3 من أعضاء الفيدرالي الأمريكي في جلسة الأسبوع الماضي قد تحدثوا عن استمرار تجديد السياسة النقدية. اليوم عندنا برضو 4 أعضاء من الفيدرالي الأمريكي ممكن يكون نفس الإشارات يعطوه تجديد السياسة النقدية، نظرا لأنه المؤشر لا يزال راسخ في مستويات مرتفعة. يعني عندما تكون 5% فهو تقريبا مما يقارب حوالي 6-7 قراءات، لا يزال يتراوح بين 5-6%. فلذلك هي المخاوف أن يكون تضخم راسخ لنا. فعندما ننظر أيضا حتى لو سجل انخفاضات، فعلى ما أعتقد السيناريو القادم للشهر القادم أو الشهر الذي يليه ممكن أن يكون في عنا إما تباطؤ وهو أن يكون في عندي تباطؤ للتضخم بشكل أضعف، أو أن يكون في عندي عودة لارتفاعات التضخم، نظرا لأنه رح نقارنها مع فترة انخفاضات التضخم في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد الفيدرالي الأمريكي لا يزال لديه بعض الوقت لتجديد السياسة النقدية، نظرا لأنه النمو أيضا عند مستويات 2% على أساس ربع سنوي. فلذلك
شبح الركود يبتعد بعض الشيء، يعني بيعطيهم بعض الوقت لمزيد من تجديد السياسة النقدية. فرفعتين لأسعار الفائدة ممكن تكون على طاولة الفدرالي الأمريكي، وقد تكون واردة اقتصاديا ما لم يحصل شيء جديد. أنت تتوقع يعني رفعتين إضافيتين من قبل الفدرالي الأمريكي، هذا ما تتوقعه؟ نعم لينا، بناء على الأرقام الاقتصادية الحالية فالفدرال الأمريكي لا يزال عنده المسوغات الاقتصادية. هناك في توقعات بعض المحللين أنه يكون آخر رفع هذا الشهر، رفع يوليو ب 25 نقطة أساس. أنت مع النظرية اللي بتتوقع أنه يكون مزيد من الرفع لخفض التضخم، للسيطرة على التضخم، لأن ما وصل التضخم للمستويات اللي عم يستهدفها الفدرال الأمريكي وهي 2%؟ نعم لنا، المبرر هون أنه في عندي عملية رفع أسعار فائدة في شهر 7، والاجتماع التالي رح يكون في شهر 9، يعني رح يكون في عندنا ما يقارب قراءتين للتضخم. على ما أعتقد ممكن يكون في عندي ملامسة ارتفاعات للتضخم لشهر 9، فلذلك الفدرال الأمريكي على ما أعتقد سوف يكون لديه ورقة وهي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لو دعت الحاجة مع ارتفاعات أرقام التضخم في الفترة القادمة. طيب اليوم كان قرار البنك النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة، نترقب اجتماع بنك كندا، متوقع أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 5%. ما المتوقع من قرار بنك كندا؟ يعني ما الذي تتوقعه؟ نعم لينا، على ما أعتقد بنك كندا مع أنه عملية رفع الفائدة الأخيرة في الاجتماع الأخير كانت هي عبارة عن رفع فائدة مفاجئ بالنسبة للأسواق، 25 نقطة أساس ممكن تكون واردة نظرا لأنه النمو في كندا بدأ يسجل بعض التراجعات 0.8% لما نطلع على الناتج المحلي الإجمالي، فنحن قاب قوسين أو أدنى أنه ندخل بمرحلة وعدم البحث عن الهارد لاندينج. لما نطلع على أرقام التضخم في كندا، فعلى ما أعتقد أرقام التضخم في كندا هي الأفضل حاليا بين الاقتصادات الكبرى، 3.4% للتضخم، وحتى المؤشر الأساسي بما يقارب 3.5%، فهي أرقام بعض الشيء غير مخيفة، لكن قد تكون 25 نقطة أساس هي مداخلة اقتصادية استباقية بالنسبة لبنك كندا خوفا من ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة. ف25 نقطة أساس على ما أعتقد بناء على كلام ماكلف حاكم بنك كندا قد تكون واردة بعض الشيء. طيب بيانات الوظائف البريطانية كانت سلبية، قد تفتح المجال لمزيد من عمليات رفع الفائدة، وهذه التوقعات يعني عم تزداد، وخاصة مع سياسة بنك إنجلترا التشددية، ويعني الجنيه عم يعطينا صورة أوضح عن هذه يعني التوقعات بمسيرة التجديد. المشكلة ببريطانيا لينا عندما ننظر إلى أرقام التضخم، فأرقام التضخم مرتفعة جدا، 8.7% أرقام التضخم، يعني عمليات رفع الفائدة مع أنه بنك بريطانيا هو أو بنك إنجلترا هو الأول في عمليات رفع أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى، لكن حتى الآن التضخم لا يزال راسخ في الاقتصاد، ومع ذلك حتى أرقام النمو تسجل 5 أرباع متتالية عندما يقارب 0.1%. فلذلك مشكلة بريطانيا هي الفترة القادمة الهارد لاندينج، يعني البحث عن تخفيض أرقام التضخم مع نمو ضعيف جدا، فهاي المشكلة التي راح تواجه بريطانيا. حتى لما نيجي نطلع على أرقام الاقتصادية الموجودة بريطانيا خاصة الأجور 0.9%، رقم يعتبر مرتفع جدا، فلذلك التضخم ما رح يكون مسألة وقت لانخفاضه، لا بل ممكن يكون التضخم فترة طويلة قد يتعايش معه الاقتصاد البريطاني، لا بل حتى تجديد السياسة النقدية وصول إلى 6% على ما أعتقد وارد في بريطانيا مع استمرار أرقام الأسعار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية طويلة لمحاولة السيطرة على أرقام التضخم المرتفع ببريطانيا. فلذلك تجديد السياسة النقدية على ما أعتقد بريطانيا ممكن يكون الأعلى بين الاقتصادات الكبرى لنا. نعم، بالفعل يعني ربما يكون سياسة التجديد مستمرة في من خلال بنك إنجلترا المركزي، وخاصة أنه قال بنك إنجلترا أنه البنوك البريطانية قوية بما يكفي لدعم الأسر والشركات من خلال ضغط تكاليف الاقتراض المرتفعة وأيضا ارتفاع تكاليف المعيشة. ضيفي من عمان أحمد عزام، محلل أول للأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.
شكرا ليون.